هي جوا. انتو كتير متضايقين وبعرف هالشي، انا بقدر ساعدكم. ثلاثة مليون رح ينحطوا بحسابكم اذا بدك. انا ما فهمت. مع اني عم بحكي بشكل كتير واضح، فيني امن لكم المبلغ بالوقت اللي بدكم اياه. لا شكرا كتير ست سيبيل، بس نحن ما فينا نقبل هالشي. يلي عم تقوله اليف صح، هذا المبلغ كتير كبير. بعرف انه انت حابه تقدمي لنا خدمه، بس هذا الشيء كتير كبير علينا اليف. بس انا بصراحه ما عم بحكي هالشي كحسن نيه، اكيد رح يكون عندي طلب مقابل هالمبلغ يلي اقترحته، يعني فيك تعتبرها اتفاقية. انتو مغرومين ببعضكن كتير ورح تموتوا على ما تتزوجوا، بس عندكن مشاكل مالية رح تقبل بهالاتفاقية؟ هيك بتخلص من مشاكلك وبتحل كل أمورك المادية. يعني أنا لهلأ ما فهمت شو هالاتفاقية يلي مقابلة رح تعطينا 3 مليون. الاتفاقية كالتالي، أنت رح تقضي معي بالغرفة هون 3 أيام وبتعمل أي شيء بطلبه منك. ورح تاخذ مثل ما اتفقنا مليون عن كل يوم. بعتت على حسابك أول 500 ألف كصدق على كلامي وحسن نيتي. معك ساعة واحدة لترد لي خبر وتقبل عرضي. هذا هو شرطي وما رح استنى ولا ثانية بعد المهلة هي. يلا معلش حتى انتي بدك تلعبي، يلا لشوف. اصفر اصفر اصفر، يلا يلا. ازرق، ركود ركود ركود، يلا يلا. احمر، ركود ركود ركود، يلا بسرعه. برافو عليكي، برافو برافو عليكي، برافو. شوفوا شوفوا مين اجى لعندكم. يلا كملوا، انا راجعت لكم بعد شوي. ماشي ترجعي. بس سؤال، رح يلعب معنا عمو ايرهان ما؟ ايه لكن رح يلعب معنا، بس اليوم خلصت حصة اللعب ورح يلعب معنا المرة الجاية. يلا تعالوا حبيبي. اهلا وسهلا حبيبتي. حبيبي انا اشتقت لك كثير كثير. اوه عن جد اشتقت لك كثير. كل مرة بغيب عنك بشتاق لك أكثر من قبل، ليش هيك عم تعملي فيني؟ ليش يا حزرك بعمل هيك؟ حاجة عنقني قدام الأولاد. ليش شوفي يا خلي الأولاد يشوفوا كيف الحب بيكون. من وين جبت هالسيارة؟ أعطوني إياها مؤقتا. كيف يعني؟ إجرة، يعني استأجرتها استئجار.
يعني رح نجيب بوقت قصير الأحسن منها. جبت هي مؤقتا لندبر حالنا. وكيف بدكن تدبروا غيرها؟ زوجك المستقبلي رح يعمل استثمار، وأكيد هو رح يروح بطلوع ورح يكسر الدنيا كمان. بقى نحن وحظنا. لكن يا زوجي المستقبلي، شو رأيك تعزمني على قهوة؟ عندي فكرة أحلى من هي. بدي أخطفك لمدة ربع ساعة، فيكي تاخدي إذن؟ تمام، رح خبر رفيقتي تقعد بدالي، إذا رضيت بيجي. يلا تعوا يا أولاد. عندك مشكلة إذا رحت نص ساعة رح تقدري تسيطر على الأولاد؟ إيه طبعاً، ما تاكلي هم، روحي معه يلا. جن جن، على مهلك، لا تعطني لا تعطني أخ. هي اثنين من الأولاد صاروا معي، رح أنتقم منكم يا أولاد. قلتلي شو المفاجأة اللي مخبي لي اياها يا روحي؟ اسمها مفاجأة، لازم تصبري بس شوي، وبس تشوفي هي المفاجأة رح يطير عقلك ورح تحبيني أكتر، ورح يكون عندي فرصة تانية اني عانقك يا حبيبة قلبي. تمام، بس فضولي رح يقتلني. أمانة قلي شو هي هلا. وصلنا وصلنا، لا تخافي. وكمان نسيت خبرك شغلة مهمة، اني عازمك على العشاء اليوم المساء. رح نتعشى بمكان كتير حلو، انا وانتي وعمي واردا. بس انتي خبريهم، لانه انا ما بعرف كيف بدي خبرهم. ما تاكل هم، انا مخبرهم، بس مو احسن اذا تعشينا بالبيت؟ برايي بلا هالمصاريف. لا مصاريف ولا شيء حبيبتي، بعدين كرمالك انتي وكرمال سعادتك كل شيء بهون. بعدين نحن قلنا حياه اجتماعيه، بدي من هلا نتعود عليها. بدي انه نرفع حالنا ونتعود على المشاوير ونتعشى بالمطاعم والسينما. رح نعيش حياه حلوه. ايه طبعا حبيبتي، انتي بس وثقي فيني. طبعا رح اوثق فيك، لو ما هيك ما رهنت البيت مشانك. بس اذا عرفت المفاجاه كمان قلبي بيرتاح. وصلنا. مساء الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا استاذ. هي خطيبتك معي؟ ايه خطيبتي الي. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلي، تفضلوا. كيف شفتي؟ عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ لا جد. حلو كتير، مو هيك؟ طيب كيف بدنا ندفع أجار الشهر؟ أكيد هالمكان أجاره غالي. أنو أجار؟ هلأ دفعت سلفة، نحن عم نشتري البيت يا عمري. كيف؟ والله. عمري وحياتي. يعني بدي اقول لك انه انت بيلبق لك احلى واحسن شيء بالدنيا يا عمري. رح اعمل جهدي لحقق لك اي امنيه بالعالم. المهم انت معي، بلا بيت وبلا سياره وبلا مصاري، انت عندي اهم من كل شيء، ونربي اولادنا ونعيش معهم. حبيبتي انا مضطر روح، عندي اجتماع ضروري كتير، ولسه مو مبين خير من شر هذا المشروع، ولازم ندفع الرواتب. ايه طيب خلينا نروح، بوصلك وبعدين نروح على الشركة. يلا تعي، هاي غرفة القعدة وهي غرفتنا. صباح الخير. صباح النور سيد إرهان. أهلين، كيفك أستاذ؟ شو عم تعمل أنت؟ عجبها البيت لخطيبتك؟ مو بس عجبها، طار عقلها. أي تمام، كتير حلو. أي والله، هي الخطوة الجديدة رح تغير حياتنا كلياتها. بعتقد هالشي. أنا بقول إنه رح تتغير حياتكم، رح استنى لتأكد إذا كان هالشي حلم أو حقيقة.
واخيرا وليك شو انت سالتيني كذا مريم شان ذكرك انه زبط لك ملف الايرادات والمصاريف وفي هون تراجع كتير كبير بقيمه الاسهم. ما لاحظت وقت فاتت هالمرة على الاجتماع كل جمعة؟ حتى انا جامد الدم بعروقي ومتت رعبة. وهون عنا كمان نفس الشيء. ليك صح انه هي بترعب بس عن جد حلوه كتير. بس الحمد لله انه انا خاطب. بعتوا التقارير الماليه الخاصه بالمنتج اللي بدنا نحتفل فيه. صرنا سنه كامله منشئين هالشركه لهلا ما تجاوزنا الاضرار. انا عملت علامه تجاريه للمنتج، صممتها وعملت اللي علي وامنت فيكم انه انتم اكثر محاسبين ممتازين. بصراحه خاب ظني فيكم. عم شوف التقارير الماليه هلا بس ما عم لاقي اي تفسير للي شفته. استاذه اذا بدك بوضح لك القصه. تفضل سيد ارهان. هلا هي القائمه لجداول المصممين للمنتج من رحله. لا ما كانت رحله ولا اجازه، انا رحت على المخيم. لو لغيناها ما كان بقي عنا علامه تجاريه اساسا. ما خلصت، لو عملتي دعم المنتج باحد الفنادق يلي عندك اياها كنا اختصرنا شويه مصاريف، في مصاريف ما لها طعمه اذا بدك بخبرك عنها. لازم تقلي قبل، مو هلا بعد ما فات الاوان. حاولت بس انت ما سمعتيني. ست سبيل، نحن حطينا خطه لاربع شهور جايين، اذا بتحبي بنخبرك فيها هلا. عم بسمعك. طيب هلا مشان الاربع شهور الجايين وخاصه هالشهر بدنا نعمل خطه مشان يكون المصاريف كلها مدروسه. تفضلي شوفيهم. ابني ليش خليتنا نجي لهون؟ ما كان في داعي، لو شوينا سمكتين بالبيت واكلناهم مو احسن؟ والله هلا رح تحط مصاريف كثيره. بابا شو عم تحكي؟ هون بيعملوا 20 كيلو سمك مو 2 شبك. خلص بترجاك، لا عاد تحكي بالمصاري من هلا ورايح، اليوم اجينا لحتى ننبسط وناكل ونشرب ونخليها ذكرى حلوه، بدي هذا اليوم يكون يوم مميز للكل. لو سمحتي في حجز باسم ارهان يلدرم. تمام. تفضلوا لدلكم على مكان الحجز. تفضل. رح اخذ الجواكيت تبعكم واذا بتحبوا بعدين بدلكم على مكانكم. تمام. تفضلي حبيبتي. يلا. بالنسبة لي باكل سردين. شو ما اجى على بالك كل، كل واحد ياكل يلي جاي على باله. والله الصراحة أنا اطلعت على القائمة. ما رح أعرف شو اللي مكتوب فيها. بتمنى من الله إنه يحمي عيلتنا ونقضي وقت حلو. ما بيهم الأكل صح؟ أكيد، مشان هيك إجينا. هلأ في شي ناقص بعيلتنا اليوم وهنين أولادكم. يلا لشوف تزوجوا بسرعة، أنا حابب شوف أحفادي الحلوين. ها؟ كيف لقيتوا الأكل؟ أنا سألت عن المطعم كتير قبل ما نجي، حبيتوه؟ بجنن، بحياتي ما دقت أطيب من هيك. فعلاً الأكل بجنن عن جد، شكراً كتير يا ابني. طيب. صحة وهنا، صحة وهنا. بابا؟ إرهان رح يشتري لنا بيت حلو. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. من وين جبت المصاري؟ المال مالكن والبيت بيتكن، لو ما أنتوا ساعدتوني ما كان رح يصير عندي شيء أبداً، مو هيك؟ أنت لازم تعرف قيمة أبي، ما في أب بالدنيا بيعمل الشيء اللي عملكن إياه. هو كتير بيحبك وبيوثق فيك أكتر مني. إذا أنت عقلك مو معك أنا ما بوثق بحدا مثلك. اليوم في عنا مفاجأة أكبر من اللي حكينا لكم عنها، وهي المفاجأة رح تكون إليك. بعد 3 شهور عنا حفلة عرس، حددت موعد العرس. عم تحكي عن جد؟ ايه والله جد. إذا ما كان عندك مانع، أنا لقيت مكان حلو كتير وبدنا نقدم أكل بالحفلة كمان مشان المعازيم ياكلوا وينبسطوا وما يضلوا جوعانين، تمام؟ أنا عطيتهم سلفة
بس إذا أنت ما رضيت بلغي القصة كلها، يعني المبلغ اللي حطيته هو مو كتير كبير، القصة بترجع لك، أنت اللي بتقرر عمي. لا والله يا ابني، مثل ما بتكون انتو. والله لو رجعت القصة لألي لألكن وقعوا عقد الزفاف فورا. يلا 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 خلونا نحتفل. حبيبي بكفي نعمل عرس صغير وحفلة عقدنا، ما في داعي لكل هالتكاليف. لا يا قلبي، انت بتستاهلي، بتستاهلي أكتر بكتير كمان. هذا قراري. صار وقت الحلو. اي والله. شو عمي؟ يعني شو رايك ناكل حلو سميد؟ اي والله عمي، فكرة حلوة كتير، انا بحبها كمان. اي وانا كمان. صباح الخير. صباح النور استاذ. صباح الخير جميعا. صباح النور ايرهان بيك. شو لسه ما صحصحت؟ ما صار عندك الصباح؟ شو ما ارتفعت قيمة الاسهم؟ شو خبرني شو صاير معك؟ شو في شيء؟ ما في شيء، ما عم ركز، لا تسألني عن شيء، رجاءً ما تسألني عن شيء. لا عن جد شو في؟ طلع فيني. إذا في عندك شيء مشكلة مو قادر تحلها منحلها سوا. مو مشكلتي، مشكلتي أنا وياك. ونحن وقعنا بمشكلة. فيك تفهمني أكثر؟ تعال خلينا نطلع لبرا يلا. وبتحكي لي شو صاير بالضبط. يلا خلينا نطلع. يلا قوم. صمد قلي شو في؟ احكي لك شي كلمة شبك، دير وشك لعندي واحكي لي شو في. ليش هيك وشك مصفر؟ صاير شي مهم مشان الأسهم؟ نحن فلسنا. آه؟ خسرنا كل قيمة الأسهم. وللأسف رجعنا على الحديدة. أنت شو عم تقول؟ شو؟ خسارة شو عم تقول؟ عيد؟ إفلاس؟ مين صمد؟ شو عم تقول أنت؟ فهمني؟ لك شو هاي صفينة على الحديدة يا ابني؟ يلا فهمني يلا. عم قلك صفينة على الحديدة، نحن خسرنا كل شيء. ولك؟ اطلع فيني، شو قصدك خسرنا كل شيء مصاري؟ آه؟ وكيف صارت هاي الخسارة لك؟ أنت ما بتفهم إني أنا رهنت بيت عمي برهان يا غبي؟ شو ما بتعرف؟ شو بدك أنا روح قلن صمد؟ شو بدك ياني روح قلن؟ ما قلت لي انك انت واثق بهذا الرجال مليون بالمية وطمنتني؟ لك انت فهمان شو عم تقول؟ لك مالك فهمان بنوب؟ شبك ايرهان، انت ما فلست لحالك، انا معك. انت بتعرف انه انا تدينت مصاري من العالم، واذا ما رجعت لهم اياها رح يخلصوا علي، عم تفهم؟ مصيبتي اكبر من مصيبتك، ما تزيد علي. وانا شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي روح قلو لعمي؟ لك أنا رهنت البيت وفي عندي دفعات، على أساس أنت كنت واثق بهذا الرجال ما؟ كنت واثق بهذا الرجال ثقة عمياء؟ اللي نحن مو اتفقنا وحكينا بالقصة مع بعض وحبكناها من كل الجهات؟ لك اهدى. لك هدول الثلاث ملايين يا غبي، اهدى ملايين؟ بقى الله ياخدك أنت وشغلك. أنا ما دخلي بكل اللي صار.
أنا واحد غبي.